إسحاق الكريم ابن سيدنا إبراهيم نبيل المحسنين الصادقين على الظلم كان مصابرين لما أخواته اجتمعوا عليه استكتروا حب أبوه لي واحد منهم قال ديموت فجأة خرج من بينهم صوت واحد منهم قال ديموت فجأة خرج من بينهم صوت سيدنا إبراهيم نبيل المحسنين الصادقين على الظلم كان مصابرين ظلم جديد تعرض ليه يوم ما كدت له اللي بتقوي حكموا عليه بالسجن سنين عاش يعقوب من بعده حزين حكموا عليه بالسجن سنين عاش يعقوب من بعده حزين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ها قد وصل يوسف إلى مصر، ذلك البلد الذي قدر الله تعالى أن يكون مهدا للحضارات ومكانا لالتقاء الأنبياء، فقد زارها أنبياء وعاش فيها أنبياء ومات فيها أنبياء وصالحون. إنها مصر قمر البلاد. لقد اصطفاك الله تعالى للنبوة، وما النبوة إلا رسالة وتبليغ واختبارات وابتلاءات للأنبياء من أقوامهم. فهيا إلى السوق حيث يباع يوسف.
لو كان الأمر بيدي لظللت بجوارك يا يوسف، فإني قد أحببتك وتأثرت بأخلاقك الكريمة. هيا أسرعوا، فإن السوق على بعد أمتار قليلة. أسرعوا. ما لي أرى المال قد أعمى القلوب والبصائر، يا ليتني كنت ثريا، إذا لاشتريتك يا يوسف ولو بعمري أو بمالي كله. زوجي الحبيب عزيز مصر، ما لي أراك مهموما دائما يا ملك البلاد. الحكم مسؤولية كبرى يا زوجتي، ومصر بلد كبير. وهل يستطيع أحد أن ينازعك الملك يا عزيز مصر؟ لا أعرف ما القادم، فلقد أخذت الحكم بعد ملك، والملك قبله ملك، ولا بد من يوم أنزل فيه من عرشي. لن تنزل من عرشك، فالناس تعبدك يا ملك البلاد، وأوامرك تنفذ قبل أن تحلم بها. أريد شيئا جديدا في حياتي. كيف وأنت معك كل شيء يا عزيز مصر؟ هكذا أنا أحقق كل شيء، حتى ظننت أني أبحث عن شيء ولا أجده، شيء يدخل السرور إلى قلبي. القائد قد تجهز يا مولاي بالعربة. لا أدري ماذا وراءك يا عزيز مصر، فحولك الجاه والسلطان والنساء، وما زلت تشعر بالملل؟ لعل هذا الولد يسلي زوجتي، فهو يبدو عليه الأدب الجم. لقد أحسنت الاختيار، كما هو عهدك دوما يا مولاي. يبدو على هذا الصبي الذكاء والخلق الرفيع، ستفرح به زوجتي. كلنا لا نهتم بغير سعادتك يا مولاي. دائما أنت مخلص يا رودامون، وأنا أثق بك كثيرا مولاي. ودخل يوسف القصر، ومن هنا تبدأ أقوى فصول قصة يوسف الصديق. رأيته شامخا رغم صغر سنه، حكيما رغم أنه لم يتكلم، شهما خلوقا رغم أني لم أعرف. يا له من فتى جذاب جميل، وجهه كالقمر، طلعته كالنجوم، هادئ واثق بنفسه. من أين جئت به يا مولاي؟ لا أستطيع وصفه. هل هذا بشر؟ هل هذا كائن مثل بقية الكائنات؟ هل هذا الجمال الرائع موجود على الأرض؟ ما أجملها من هدية يا مولاي عزيز مصر. وشاهد يوسف القصر باهتمام شديد، وحمد الله أن من اشتراه هو عزيز مصر، حتى يعيش معززا ومكرما في أرض الكنانة. ما بالك يا يوسف وقد انبهر بك الجميع، وعلى رأسهم زوجة عزيز مصر؟ اهتمي به يا زوجتي الحبيبة، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. نعم سأهتم به كثيرا، ولكن من أين أنت يا يوسف؟ مولاتي أعتقد أن هذا عبراني من كنعان،
فهذه الأسماء من بلاد الشام. يوسف، ما أجمله من اسم. ظل يعقوب يبكي على فراق يوسف، وكيف لا وهو نور عينه وحبيبه، فقده دون أي سبب غير أن إخوة يوسف حسدوه وغاروا منه وغدروا به. ضاع يوسف، سامحيني يا شقيقتي، سامحيني. لقد اشتقت إلى يوسف يا أبي، ولا أدري أين هو الآن وماذا يفعل ومع من يعيش أخي الحبيب يوسف. أشعر أنه ليس للحياة مذاق بعدك يا يوسف. اللهم أفرغ علينا صبرا وأعد إلينا يوسف، وأنت نعم المجيبين. ربما يأس الناس من عودة يوسف يا تقي، فلقد مرت الليالي والأيام وهو لم يظهر حتى الآن. كم من غائب موجود يسير على الفطرة، وكم من موجود غائب بسوء خلقه. نعم، غاب يوسف وانطفأ نور كنعان يا زاهد. يا أخي تقي، خوفي وهلعي على يعقوب النبي يتزايد، فالحزن عادة يفتك بقلب أب قد فقد ابنه. هو في غاية الحزن، ونحن حزننا لحزنه كبير، وبنو إسرائيل لن ينسوا يوسف مهما مرت الأيام والسنون. هي بضعة أسابيع وسيندمج أبونا في الحياة، لا تقلقوا، فإن نعمة النسيان لن تدع ليوسف مكانا في قلب أبيه. مرت السنوات ولم نستطع الاستحواذ على قلب أبينا، بل ازداد حباً ليوسف. أبونا يكبر في السن ويكبر فينا الندم. يوسف الكريم، ابن يعقوب الكريم، ابن إسحاق الكريم، ابن سيدنا إبراهيم، نبي المحسنين الصادقين، على الظلم كان مصابرين. لما أخواته اجتمعوا عليه استكتروا حب أبوه لي، واحد منهم قال ديموت فجأة خرج من بينهم صوت، واحد منهم قال ديموت فجأة خرج من بينهم صوت. هل لو مات كده ذنب كبير، احنا خلاص نرميه في البير، نسي ساعة رب كبير، خرجوا من ظلمات البير، عاشوا اتربى جوا القصر. Thank you.
إسحاق الكريم ابن سيدنا إبراهيم نبي المحسنين الصادقين على الظلم كان للصابرين ظلم جديد تعرض لي يوم ما كدت له اللي بتقوي حكموا عليه بالسجن سنين عاش يعقوب من بعده حزين حكموا عليه بالسجن سنين عاش يعقوب من بعده حزين